ونحن نوثق هذه اللحظات الطبيعية، طيور الحمام واليمام وغيرها من الطيور التي تعيش في الطبيعة تعلو أسلاك الكهرباء كما نشاهد. ما زلنا نوثق لهذه اللحظات الطبيعية، وكما ذكرنا بالطبع هذه ملامح الريف المنتج، فيه الحمام واليمام والطيور التي تعيش هكذا في البيئة الطبيعية ولا تخشى منا، كأنها في محمية طبيعية. بالطبع كما تحدثنا هذه هي إحدى نباتات المانجو الصغيرة، والمانجو من أروع الفواكه. ما زلنا نوثق لملامح الريف المصري، والجميع يعمل ويكد ويجتهد. وهذه النخلة، والنخلة من أشجار الجنة كما نؤكد. وهذه الروعة وهذا الجمال. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها.